بكم وشكرا على اختياركم من راديو أصوات. أهلا بكم في حصة جديدة من برنامجكم لكل أسرة. كل يوم خميس كيكون حاضر معنا دكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدلة ومختص في تداوي بالأعشاب. اليوم مع الدكتور عماد غادي نتكلموا على واحد العشبة ولا واحد النبتة اللي كيكثر عليها الإقبال خصوصا في الحال البارد، وإحنا كمغاربة كنستعملوها في الطبخ ديالنا كيف ما أننا كنستعملوها في مجموعة ديال الوصفات لعلاج نزلات البرد وأيضا مشكل ديال المعدة أو لا الأمعاء. اليوم غنتكلموا على الزعتر، المكونات ديال هاد المادة، الفوائد ديالها على الصحة ديالنا، وأيضا شنو الأضرار أو الاستعمال الخاطئ ديال الزعتر مع الدكتور عماد ميزاب. وممكن تواصلوا معنا على الرقم 05 22 77 24 24، أو ممكن أيضا تواصلوا معنا من خلال صفحة البرنامج عبر الفيسبوك لكل أسرة. دكتور عماد ميزاب السلام عليكم. وعليكم السلام اختي لمياء، تحية طيبة ليك ولجميع الأخوات والإخوة اللي كينورونا في اللقاء هذا الجميل. شكرا لك دكتور عماد ميزاب. وحنا غادي نتكلموا كيف ما سبق لي وذكرت على الزعتر، ولكن بعد أول فاصل موسيقي في حلقة اليوم. وتحية أيضا لسيف الدين بلغيتي في الإخراج واستقبال مكالماتكم. على اختياركم راديو أصوات اليوم برنامج لكل أسرة. موضوع حلقتنا غنتكلموا على الزعتر رفقة الدكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدلة ومختص في تداوي بالأعشاب. دكتور عماد، الزعتر حنا كنستعملوه في يعني في استعمالات مختلفة، سواء بعض الوصفات لعلاج مثلا نزلات البرد أو لعلاج المشاكل ديال الهضم كيف ما أننا كنستعملوه في المطبخ، ولكن ما كنعرفوش الزعتر كنبتة المكونات ديالها وشنو كيفاش نستغلوها ونستفدوا منها بطريقة صحيحة. الزعتر كيدخل في الثقافة المغربية ديالنا التقليدية، خاصة في الثقافة يعني لكن ما سبقتي وشرتي ليه اختي لمياء، لا في المطبخ ولا كذلك في بعض الوصفات الشعبية اللي كتصلح مثلا باش كنرفعوا من درجة حرارة الجسم. غير هو الزعتر كأي نبتة من النباتات اللي كيخصنا أو كيخصنا يعني نتعاملوا معاه بواحد الحرص ونتعاملوا معاه بواحد الحضارة. علاش؟ لأن الزعتر فيه بزاف ديال المنافع كما فيه بزاف ديال الأعراض الجانبية اللي ما خديناش بطريقة سليمة. إذا الزعتر هو كنبتة اللي الحمد لله بلادنا معروفة فيها بزاف، واللي بغيت نشير ليه هو أن الزعتر المغربي عنده واحد الخاصية جميلة جدا. في واحد المادة كتسمى الكوفاكرول، هذه المادة ديال الكوفاكرول اللي هي مادة مضادة للطفيليات الميكروبات، كذلك مادة اللي كتحسن في الدورة الدموية، ومادة اللي كنلاحظوا أن الزعتر كيتستعمل بزاف في الوصفات ضد مشاكل الجهاز الهضمي. أن الزعتر أو هذا الكوفاكرول كتوازن لنا إفراز حمض المعدة، وكذلك كتعاون الجهاز الهضمي باش كيكون فيه واحد التصفية عامة باش كيمكن له يشتغل بطريقة طبيعية، خاصة أن كما سبق نشرنا أن الجهاز الهضمي هو عبارة على واحد المصفات اللي فيها واحد التقيبات محل الصفاية، وهذوك التقيبات هو اللي كيتم الامتصاص ديال المواد النافعة أو المواد المغذية منهم وكيدوزوا في الدورة الدموية. غير هو الزعتر اللي بغيت نشير ليه هو أن الوليدات اللي قل من 5 سنوات ما نعطيهوش ليهم، لأن كيمكن يشكل لهم خطورة على الكبد ديالهم والكلي، لأن إضافة للكوفاكرول فهناك مواد أخرى اللي هي زيوت أساسية اللي هي بعد الأملاح المعدنية اللي هي ثقيلة، لكن كتأثر على الكبد وتعطي مضاعفات للوليدات الصغار، خاصة باقي ديك الكبيدة ديالهم كتكون باقا صغيرة، باقا هشيشة، باقا ما تكوناتش، باقا ما نضجاتش، فهنا كيمكن يعطيهم أعراض جانبية. الزعتر كذلك الناس اللي كيعانيو من الضغط المرتفع، يعني كتكون عندهم طونسيون طالعة حتى هما ما خصهمش ياخذوا، لأنه كيرفع من الصبيب ديال الدم، وبالتالي شنو كيرفع داك الضغط ديال الدم في الدات ديالنا. الزعتر ما يتخلصش مع الأدوية ديال الأمراض المزمنة، مثلا كداء السكري، كأدوية ديال الضغط في حد ذاتها، الأدوية ديال القلب والشرايين، لأن كيرفع المفعول ديالها 5-6 مرات، وهنا كيمكن يعطينا مضاعفات خطيرة. الناس كذلك اللي كتاخذ بعض الأدوية مضادة للاكتئاب أو أدوية ديال التوتر العصبي، ما كنصحهمش ياخذوا الزعتر، لأنه كيبطل المفعول ديال الأدوية، وبالتالي ما كيبقاش عندهم
العلاج متوازن. وهنا في هذه مسألة نشيروا لها الزعتر في بعض المناطق اللي كياخدوه وكيديروه مع أتاي وكيطبخوه مزيان مع أتاي, فهذه مسألة مغلوطة لأن أي مادة فيها زيت طيار أو زيت أساسيل ويليسانسيل أو الروح كما كنقولوا إحنا في العامية ديالنا المغربية ما خصناش نطبخوها مع الماء فوق العافية. علاش؟ لأن كيتكون عندنا مكونات سامة, مكونات اللي كيمكن يعطيونا أعراض جانبية أو مكونات مسرطنة. بالنسبة كذلك الزعتر فمن الأحسن أننا مثلا إلا بغينا نديرو في أتاي كنديرو واحد البراد اللي كيكون موين اللي كنديرو حنا في العائلة ديالنا ونطبخو الحبوب ديال أتاي مزيان حتى تطبخو, وعاد من بعد كنديرو فيه معلقة صغيرة ديال الزعتر وكنخليوها تكتنق, وهذه المعلقة صغيرة كنحاولو أننا هي اللي كنشربوها يعني وكناخدوها بطريقة سليمة. علاش؟ لأن حتى الزعتر ملي كيتخلط إلا طبخناه مع ريطانة اللي هما المواد اللي عندنا في الشاي فهنا كيمكن يشكل لنا واحد المركب سام اللي يمكن عطينا مضاعفات على مستوى الجهاز الهضمي ديالنا ويمكن لا قدر الله يسبب لنا سرطانات. القيمة السليمة أو الآمنة في استعمال ديال الزعتر فهي معلقة صغيرة في حساب أو في ما هو في حساب الصيدلي أو في المعايير الصيدلية اللي هي 10 غرام, إذا معلقة صغيرة. إذا كنا غنستعملوه في شكل مساعدة على علاج فإحنا غناخدو معلقة صغيرة ديالو غنزيدو عليها كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كطلق وكنصفيوها وكنشربوها نص ساعة بعد الفطور, ويمكننا نعودوا هذه المسألة هذه نعودوها حتى في الليل نديروها نص ساعة بعد الليل, ولكن ما نفوتوش جوج ديال المعالق صغار في اليوم بالنسبة للبالغين ديال الزعتر. بالنسبة للأطفال من 60 حتى 13 سنة فهنا غادي ناخدوا نص معلقة صغيرة في اليوم فقط هي كافية باش نعطيوها لوليداتنا. والاستهلاك ديال الزعتر أكيد أننا ما غاديش نفوتوا فيه مرة حتى جوج مرات في الأسبوع, وما يعني هي غادي تجي تقريبا 8 ديال المرات في الشهر. طيب ايضا دكتور عماد, من الامور الشائعه في ثقافتنا انه الناس اللي كيعانيو من امراض مزمنه ديال خصوصا على مستوى المعده انه الزعتر كيهدئ المعده كيحيد لنا الحرقه كيسهل علينا العمليه ديال الهضم, فشنو اللي صح وشنو اللي غلط في هذه المعلومه؟ فمعلومه صحيحه اكيد لان كما شرنا لانه كيوزن لنا الافرازات ديال الحمض اللي كيكون عندنا داك الاسيد اللي كيكون عندنا في المعده ديالنا وكيسهل الاشتغال ديال الجهاز الهضمي, اكيد انه غادي يصلح لهاد المشاكل هذه. طيب بغيت نذكر ايضا ان المستمعات ديالنا مستمعينا ممكن يتواصلوا معنا على الرقم 0522 77 24 24 او من خلال صفحه ديالنا عبر الفيسبوك لكل اسره عندنا فيها السؤال ديال الحياه الطيبي اللي كتقول لك دكتور عماد انا بعض المرات كنحس بالغثيان وكناخذ معلقه صغيره ديال الزعتر ورق وكنمضغوا, واش كاين شي ضرر؟ فما كاينش فيه مشكل, ما كاينش فيه مشكل الناس تستعملو, ولكن ما تكثرش منه كما قلنا انها تحاول ما تفوتش ديك القيمه ديال ملعقه صغيره. الا خدات واحد ثلاثه ديال الوريقات خضرين ولا اربعه فما ليس هنالك ضرر. وهنا واحد المساله اللي ما شرحت ليهاش ان هنا كنشوفوا علاش يعني المطبخ الايطالي يستعملوا كثيرا الزعتر في الوصفات ديالو, فهنا لأن الزعتر وخاصة عندنا الإيطالي ولكن كان سبق منه واحد المطبخ قديم وعريق جدا اللي هو المطبخ الإغريقي, فالإغريق اللي هو لليونان تستعمل هاد المواد هذه اللي هي منها الزعتر. علاش؟ كيدخل في التغذية ديالهم باش كيساعد على عملية الهضم وكيرفع حتى الشهية بالنسبة للناس اللي كتكون عندهم مشكل ديال الشهية ناقص. عندنا سؤال ديال هدى اللي كتقول لك دكتور عماد قالوا لي بانه الماء ديال الزعتر نشلل به الشعر ديالي ونخليه فيه لانه كيساعد على تقويه الشعر وكيعالج فروه الراس. فهنا الماء ديال الزعتر نستعملو الشعر اكثر اللي كيكون دهني كتكون فيه افرازات دهنيه, ولكن بهذا المقدار كناخذوا معلقه كبيره ديال الزعتر كنطبخوها في نص سيترو ديال الماء حتى كتطبخ مزيان, كنصفيوها في واحد القرعه اللي فيها الرشاشه, ومن بعد هاد الرشاشه او هاد المحلول كنرشوا به الشعر ديالنا من بعد ما كنغسلوه في الحمام, كنخليوه مده 5 دقائق حتى كي يعني حتى كيطلق مزيان هاد السيروم, ومن بعد كنمسحوا الشعر ديالنا. طيب عندنا ايضا سؤال ثاني ديال عمر من مدينه سطات كيقول لي السلام عليكم دكتور عماد, واش الماء ديال الزعتر مغلي وتيبقى حتى يبرد نداوم عليه كل يوم لمده ديال الشهر كيساعد على نقص من اعراض بومزوي؟
فهنا كنقولوا الاخ ديالنا اول حاجه بدا مغلوطه انه كيطبخ الزعتر، ثانيا انه ياخذ معلقه صغيره ديال الزعتر كما قلنا يديرها في كاس صغير ديال الماء مغلى تيطلق، ياخذها نص ساعه بعد الفطور، ومعلقه صغيره ديال الزعتر يديرها في كاس صغير ديال الماء المغلى حتى يطلق، وياخذها نص ساعه مورا العشاء، ولكن ما تعملهاش اكثر من مرتين في الاسبوع فغادي يكون احسن. طيب نذكر الرقم ديالنا اللي تواصل معنا مباشرة على راديو أصوات 0522 77 24 24، باب التواصل أيضا مفتوح من خلال صفحة ديالنا الرسمية عبر الفيسبوك لكل أسرة. غادي نمشيو ناخذوا إنصاف معنا من مدينة فاس. مرحبا بك إنصاف. مرحبا كيداير بخير؟ أش أخبارك؟ لاباس عليك إنصاف؟ الحمد لله كلشي بخير. الله يبارك فيك. لالا تفضلي، شنو سؤالك؟ سؤال الدكتور عماد لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. اختي انصاف كي دايره؟ كلشي بخير الحمد لله. مزيان خويا عماد. اذا كان تذكر عماد اذا كان ممكن بغيت نصور او حتى طبيب ديال الشعر. اييه طبيبه الشعر. كنعملوا واحد الترطيبه وبغيت نقولها لك واش مزيان الشعر ولا مزيان. اييه واخا نتقاسموا معك اختي. انا كنعمل فيها قتلي واحد السيده كنعمل فيها الروز. اييه كتعملي فيها الروز؟ كنغليهم وكنزيد عليهم معلقه ديال النسا ومعلقه ديال داك الكريم ديال الجوزيان ديال الحليب، كنحنهم في الفحم الكهربائي وكنستعملهم ساعه ديال مده ساعتين وكنغسلهم. ذكريني ما كتسمعكش مزيان اختي، ذكريني بالوصفه قلتي شنو كتستعمل المكونات اللي كتستعملي. كنعمل اربعه معالق ديال الرز. وجوج كؤوس ديال الماء كنغليهم كنعملها في الطحن الكهربائي وكنزيد عليهم ربع كاس ديال الحليب ومعلقه ديال النسا ومعلقه ديال الكريم ديال الجوز الهندي. كريم ديال اش؟ جوز الهندي. اييه وكنطحنهم وكنعملهم الشعر ديالهم مده ساعتين وكنغسلهم باش مزيان تطيبو وما عطاتهم حتى شي نتيجه. ما تبغاش باش البيض ما غاد فاختي من الاحسن ان مثلا حيت الرز اصلا كينشف الشعر. الرز ما يمكنش غنستعملو كماده مرطبه، يعني هذه مساله خصك تعرفيها لان الرز كينشف. وهذه الوصفه هذه درتي فيها الرز وزدتي درتي فيها النشا، فهنا هاد الجوج ديال المواد هذه غادي تنشف لك بعدا الجلده ديال الشعر ديالك وتعطيك تقصف ديال الشعر وغتاثر لك على الشعر ديالك. فنعطيو وصفه للترطيبه طبيعيه، ناخذوا جوج معالق كبار ديال زريه الكتان، معلقه كبيره ديال حب الرشاد، وهاد الخليط هذا كامل غادي نطبخوه في نص لتر ديال الماء حتى يطبخ مزيان. او هاد المكونات كنطبخوهم في نص لتر ديال الماء كنخليهم حتى كنخليهم ليله حتى كيطلقوا. كنصفيو هاد المحلول هذا، وهاد المحلول كنوليو كنديروا به جلده شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعه وكنغسلوه. والعمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع وكندوم عليهم مده ديال ثلاثه اشهر وان شاء الله تعطيك النتيجه ان شاء الله. غناخذوا نوره معنا من مدينه مراكش. مرحبا بك على السلام عليكم. عليكم السلام. لالا تفضلي. ممكن نتواصل مع الدكتور ايمن؟ مرحبا اختي انا معك، شنو السؤال ديالك؟ شكرا على الوصفات ديالك كنستافد منهم بزاف. مرحبا اختي، هذا واجب. عندي اذا ممكن اربعه اسئله. عندي شحال وانا كنتواصل معكم وما تيجيش الجواب. يلا بسرعه نتقاسم معك الاسئله ديالك اختي. يلا عندي الكلف في الجبهه والتجاعيد تحت العين. الكلفة كانت هي مني قبل ما نتزوج ومني تزوج تزاد ليا ثاني مني ولدت ولدي. إذا هنا غديري بالنسبة لك ولجميع الأخوات اللي كيسمعوا لنا والإخوان، المشكل ديال الكلف اللي كيكون في البشرة، واخا نعطي وصفة للكلف ووصفة اللي كتعاون البشرة باش كتكون فيها حيوية وما كتبقاش فيها التجاعيد. فغادي ناخذ معلقة صغيرة ديال الغسول مدقوق ومغربل، الغسول العادي اللي كيدار في الشعر، وغادي نزيدوا عليه جوج معالق كبار ديال الحليب دافي وبيض بيضة. نخلطوا هاد المكونات كاملين نديروهم كماسك على البشرة ديالنا والرقبة ديالنا، نخليهم ثلث ساعة وكنغسلوهم، كنديروها ثلاثة مرات في الأسبوع وكندوموا عليهم مدة ديال شهرين. شنو السؤال الثاني؟ راجلي فيه الكزيمة في يديه وديك الكزيمة كتسيح ليه. كتسيح واخا الكزيمة ناشفة ولا كدوز بالماء؟ لا ناشفة. ناشفة، إذا الكزيمة اللي ناشفة غنديروا لها جوج معالق كبار ديال زيت الخزامة، جوج معالق كبار ديال زيت الزعتر اللي كنهضروا عليه، وأربعة معالق كبار ديال زبدة الكاريتي، كنخلطوهم في حمام مريم حتى كيتخلطوا مزيان، وكنديروهم يبردوا. وهاد الكريمة اللي كنحصلوا عليها كنديروا بها في الصباح وفي الليل البلايص اللي عندنا فيها الكزيمة.
شنو السؤال الثالث؟ السؤال الثالث ولدي عنده عام وثلاث شهور والمشية ديالو داير بشي حاجة اللي تعاونوا على شي حاجة اللي تقوي ليه الكالسيوم. ايوا هذه غتشوفي مع الطبيب ان شاء الله. الا كان الطبيب قال لك بان الوليد راه مزيان وواقف وعنده امور. لا ديتو عند الطبيب قال لي مزيان، قال لي مزيان ايوا صافي. راه مع الوقت ان شاء الله كل شيء غادي يتقاد. اللي كيقول الطبيب هو انه نعم اختي ملي الطبيب قال لي مزيان صبري على الوليد ديالك عام وثلاث شهور شويه شويه غيبدا يتعلم باقي صغير. اكيد اختي لميا، فهذا الشيء اللي كاين. حنا كيكون عندنا المشكل هو ملي كي الطبيب كيجي كيدير تحاليل كيلقى الفيتامين مثلا بي 6 ما كاينش او كيلقى الفيتامين دي ناقص ولا كيلقى الكالسيوم، فهنا كيكون امور اخرى. فإلى الوليد عادي وكيتصرف عادي ما عندهاش ان شاء الله لاش تخاف. مع الوقت الامور غتكون بخير ان شاء الله. شكرا لك نورة على تواصلك معنا. عندنا السؤال ديال الزهرة اللي دكتور عماد، عافاك شي حاجه ولا شي وصفه للحرقه عند المراه الحامل؟ الحرقه عند المراه الحامل. فشوف واخا انا ما كنفضلش ان المراه الحامل تستعمل الاعشاب، لان كل اخته كيفاش كتكون الحاله ديالها وكيفاش كيكون كما كنقولوا حنايا التاثير ديال الاعشاب معها. ولكن نمشيو لواحد الماده بسيطه، واحد الماده اللي يمكن لها نستعملوها للحرقه وكذلك مهدئ الاعصاب، البابونج. اذا اظهر البابونج جميله جدا لهذه المشاكل هذه. فناخذ واحد المعلقه صغيره ديال البابونج قريبات يعني بس البابونج هي بس هذا الخليط هذا كنشربوه في الصباح على الريق يوميا، كتداوم عليه المراه الحامل وكذلك حتى الاخوات اللي كيسمعوا لنا والاخوان، فهو جميل جدا ونداوموا عليه ما نقطعوش، فان شاء الله غيعطينا فائده وما يعطيناش اعراض جانبيه ان شاء الله. غنوصل معك دكتور عماد نزار مع مستمعاتنا ومستمعينا مباشره برنامج لكل اسره، ولكن من بعد هذا الفاصل خليكم معنا. على اختياركم لراديو اصوات ومرحبا بكم، مازال واصلين معكم مباشره برنامج لكل اسره ورفقه الدكتور عماد نزار. طيب دكتور عماد، عندنا سؤال ديال الاخت فاطمه الزهراء النور اللي كتقول لك سيدي ملي دخل البرد وهي كتحس بواحد الطنين في الودن ديالها، مشى واحد الفتره وعاود رجع ليها ملي مشات للحمام، واش كاين شي وصفه للمساعده؟ فالوصفه للمساعده اذا كان الطنين هذا كيدير لها الدوخه كيخليها تنعس، كذلك انها الطنين هذا كتحس بانه كما كنقولوا حنايا كيديرونجيها بزاف كيبرصها بزاف، ولا بقى المده ديالو اكثر من 10 ايام و15 ايام 15 يوم، فمن الاحسن الطبيب مختص في الانف والاذن والحنجره، لان هنا كيقدر يكون مشاكل كثيره اللي عندها علاقه بهذا الطنين، فمايمكنش نستغنوا بها يعني خاصة الطبيب. أكيد، لأن خاصة ملي كنفوتوا واحد ثلاث أيام في هذا المشكل هذا، فهنا تفادي هذه المسألة، وإلا ملي كيشوف الطبيب كيلقى لنا الحالة عادية وما كاينش فيها مشكل، فاللي كيحيد راسه يعني مع الوقت والأمور ترجع عادية. طيب دكتور عماد عندها سؤال ثاني، كتقول لك عندها ترقيق في الركبة ديالها، هاد المشكل كان عندها من شحال هادي وباقي عندها دابا مع أن الوزن ديالها عادي ودابا هي حاملة، واش كاين شي وصفة للمساعدة؟ فالترقيق الداخل هنا كيكون عندك اختلاج ولا كيكون عندها مشكل في يعني في التركيبه ديال العظام اللي كتكون لداخل او ديك المنطقه اللي تكون متصله فيها الركبه، فهنا كذلك كيخصها تشوف الطبيب، لان هادو امور عضويه كما كنقولوا. دائما كنشير لكم وكنأكد على الإخوان والأخوات أن ما هو عضوي ضروري ما كيكون خصنا المختص في هذاك المجال باش نشوفوا المشكل شنو هو. اذا هنا تشوف مختص العظام، لان حتى القضيه اللي كترتق عليها الركبه ديالها ماشي سهله، فهمتي؟ وشوف كذلك حتى الحاله ديالها مع الحمل، لان حتى هادشي ما ياثرش على الجنين، لان تقدر يكون عندها شي نقص في شي ماده من المواد، فحتى هذا هو كيلعب دور كبير. فاذا مشات وشافت الطبيب المختص في العظام ودارت التحاليل ان شاء الله، فغادي تحافظ على الصحه ديالها والصحه ديال الجنين ديالها. عندنا سؤال ديال أم هبة من مدينة مراكش، مرحبا بك على أصوات. السلام عليكم. عليكم السلام أم هبة، شو أخبارك؟ لاباس الحمد لله، الله يجزيك بخير، كيف دايرين نتوما؟ لاباس الحمد لله. تفضلي يلا، شنو سؤالك؟ عافاك بغيت نسول الدكتور عماد، عندي واحد الحساسية جلدية، أنا ديجا عندي إكزيما في يدي. وفي هاد الأواخر هاد الأشهر الأخيرة الحمي فاش كندير شي مجهود ولا شي حاجة الحمي كاملة كتنبل لي وكتبقى تاكلني وكتولي حمراء بحال داك النبيلات كيبقاو كيتنفخوا هكا وكيولوا حومه.
مع السخونيه ملي كتسخني ملي كتحركي بحال ما كنتحرك بحال الا طلعت الدروج وهبط بحال الا الى خرج عرفتي الحمي كتولي فما دوك التنبيلات اللي كيكونوا دوك الحبيبات اللي كيتنبلوا واش كيكونوا عامرين بالماء؟ لا ما عامريش بالماء، هي فاش كنتكي عليهم بحال داك الشكل ديال البرد، ما كنتكي عليهم كيتكي يدي وكيبردوا اي بيد ما كتدوز ديك 4 ساعات الحمي كتولي عادي بحال ما فيها حتى شي حاجه. إذن نعطي وصفة لهذا المشكل هذا ديال الحساسية، خاصة هذه اللي كتكون عندها علاقة بالسخونية، يعني الإنسان اللي كيتحرك وكتكون كيدير واحد الحركة كيبان هذا المشكل هذا. فهنا غادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت البابونج وجوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو. خلطيهم وكدير بهم مساج كل ليله، كل ليله غدهني بهم البلايص وخاصه البلايص اللي كتحسي بهم انهم كتجي فيهم الحساسيه. ولكن لو تسمح لي عفوا انا الحمي كامله كتنبل يعني من اللي نعم. فغدهني هذه الوصفه هذه، ولكن هذا الشيء الا كنتي مشيتي عند الطبيب هذه المساعده اذا غتستعمليها واحد المده ديال 10 ايام، الا شتي ان الامر ما تغيرش فهنا ضروري خصك تشوفي الطبيب. علاش؟ لان باش نعرفوا هذا السبب ديال الحساسيه شنو هو. الا ما لقيناش الاساس فهذه وصفه للمساعده اكيد، لان فيها جوج ديال المواد مضادات الحساسيه باش نزيد نوضحوا اكثر. فيها البابونج، فيها اللوز الحلو، اذا اللوز الحلو فيه الاميغدالين اللي هي ماده مضاده للحساسيه ومرممه، البابونج فيه لاكامازولين، الكامازولين حتى هي كتعتبر مضادات الحساسيه القويه جدا وراه كتدخل في التركيبات ديال المرهمات مضاده للحساسيه لا بالنسبه للاطفال ولا بالنسبه للناس الكبار. طيب واضحه الامور، شكرا لك ام هبه من اكادير، مرحبا بك على اصوات سعيده. وعليكم السلام يا. وعليكم السلام. السلام دكتور عماد، كنشكركم حبيبه على هذا البرنامج بزاف، واليوم انا فرحانه حيت الدنيا الخط معاكم. مرحبا. بعدا كنشكر خويا عماد على ديك الوصفه ديال الحبه وشاد اللي قال لينا على حساب الوليدات، لاننا كنت كنعطيها لوليدات ما كنتش عارفه، ولكن من نهار سمعتو وقفتها كنت كنعطيها لهم مع الحليب. كنشكرك بزاف اخويا عماد على النصائح ديالك. وبغيت نعرفك واحد السؤال اخويا عماد، هو ولدي عنده واحد القمشه في وجهه يعني قديمه شي عام دابا، ولكن كانت ما كتبانش ودابا عاد رجعت بحال كتغمق ليه، عاد كتبان ليه ديك القمشه. وواحد الاستشاره ثانيه هو ان قال لك يعني على حساب النمش والكلف كتاخذ خل التفاح مع الماء ديال البصله نفس الكمية وكتبقى دهنهم البلايص شي ثلاثة الخطوات هكاك في النهار في الصباح وفي العشية وفي الليل وكتكلسو له ساعة وكتغسلهم. يعني بغيت نشوف هاد الوصفة واش تصح ليا ولا لا. نعم. لا 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 دكتور شحال هادي كنصوني باش نسولك عليها. لا ما درتهاش. وما عندي ما نسالك انك كتستشري وكنشكرك بزاف. لا والله لا. هادي وصفة هادي لا بغينا يعني ننظفوا بها شي حاجة مثلا نظفوا بها يعني من باب يعني واخا كنهضر بهذه الطريقه، ولكن باش نشوفوا الخطوره ديال هذه الوصفه هذه الوصفه الا بغينا نقيو بها الجليج، بغينا نحكوا بها شي حيط، بغينا نحكوا بها شي حاجه اللي كتكون فيها هذه الاثار. اختي هذه الوصفه راه عرفتي التركيز ديال الحمض اللي فيها شحال، راه بحال درتي جوج المرات الماء القاطع غديري في الوجه ديال الطفل ديالك ولا في الوجه ديال اي واحد غادي ديرها. كنشكرك بزاف على هذه الوصفه، وهاد الناس هادو اللي عطاو هذه الوصفه هذه فحنا كنزيد ناكد عليهم، راه هاد الوصفات اللي نتوما كتداولوهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكاين في بعض الحالات بعض الناس كيكون غناعس حتى كطيح ليه واحد الوصفه في راسه وكيبغي كيختارها وكيجي كيعطيها للناس، فحذاري ثم حذاري، لان هاد الشيء خطير وهاد الشيء غادي تحاسبوا عليه من بعد سواء يعني امام الله. علاش؟ لان الصحه ديال الناس ما كنلعب الحامض او هذا دخل التفاح ديجا هو مركز بالحموضه، وكنزيدوا ليه الماء ديال البصله اللي هو مركز بالمواد الكبريتيه. اذا حنا جدينا الكبريت وانتم كتعرفوا المسحوق ديال الكبريت الا خديناه ودرنا على البشره ديالنا شنو هي الخطوره اللي كيدير، فلما كيتخلط هذا الماء ديال البصله مع 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 خل التفاح واخا يكون طبيعي، فخل التفاح ما غاديش نستافدوا يعني من القاسية ديالو، وغادي تضاعف الحموضه 3 حتى 5 ديال المرات، وهنا كتولي الوصفه خطيره. اذا هنا النصيحه اللي غنصحك اختي، اي سيكاتريس عند وليدات الصغار كيفما كان السن ديالهم، الوصفه الامنه غادي نديروا معلقه صغيره ديال غذاء ملكه النحل سواء غبره سواء بحال العسل، فكاين جوج ديال الانواع اللي كيتباعوا، وغادي نزيدوا عليه 3 المعالق كبار ديال العسل الحر، واخا يكون العسل ديال الليمون.
هذا مع الخبر ديال العسل ديال الليمون غناخذوا حنا غير 10 دراهم ديال العسل ديال الليمون وغادي ناخذوا غير امريكتنا حنا غناخذوا حتى هي واحد 10 ديال الدراهم وغادي نخلطوا هذا الخليط هذا كامل حمام مريم تيتخلط لينا مزيان نزيدوا عليه واحد نص معلقه ديال البروبوليس حتى هي نص معلقه صغيره البروبوليس هي ثمنها راه رخيص ونخلطوا هذه المكونات نزيدوا شويه من هذا الخليط ونديروا به واحد المساج خفيف في البليصات اللي عندنا سيكاتريس ديال وليداتنا وبنيتاتنا الصغار بشويه كنمصيو لهم ديك البليصه واحد المده واحد المساج ديال 10 ديال الدقائق نخليوه ساعه ونزيدوا واحد شويه ديال ديال ديال, ديال, ديال واحد زويف ولقطين في الماء دافي ونمسحوا لهم ديك البليصه اللي درنا لهم هذا الوصفه وندوموا عليها يوميا وهكذا منها عندنا الترميم وعندنا التغذيه وعندنا مضاد يعني الطفيليات والوصفه اللي كتكون امنه وما غتعطيناش اعراض جانبيه من بعد وكنصبرك اختي انك استشرتي قبل ما تستعملي الوصفه شكرا دكتور عفاك السؤال الاخر الله يجازيك بخير شي وصفات يعني المناعه الوليدات عندي وليد 8 سنين ولا 3 سنين شي حاجه هكا اللي تفتح لهم الشهيه وتقوي لهم المناعه وشكرا دكتور ما كاينش محسن واحد الوصفه غتاخذي فيها خيزوه يعني جزاره اه نص طلقه هذه ليك ولجميع الاخوات والاخوه اللي كيسمعوا لينا لوليداتهم فهاد الوصفه يمكننا ناخذوها ابتداء من 3 سنين فغناخذ واحد الجزاره متوسطه نسلقوها نص طلقه وغادي نسلقوا باربه متوسطه نحيدوا لهم القشور ديالهم وغادي نحطوهم مع كاس كبير ديال عصير البرتقال بلا دار بلا والو ونعطيوها لوليداتنا نص ساعه بعد الفطور كل نهار يوميا لمده ديال الشهر وهي وصفه جميله اللي كترفع المناعه لان عندنا التركيز ديال الفيتامين سي والبيتا كاروتين وعندنا كذلك لا بيتاين حتى هي ماده من المواد اللي كتحفز وكتنشط لينا المناعه ديالنا شكرا لكم الله يجزيكم بخير عماد نزابو مع مستمعين سمعينا مباشرة على راديو أصوات من بعد الفاصل الموسيقي دائما نواصل معكم لقاء ومباشرة في برنامجكم لكل أسرة مرحبا بكم باش تواصلوا معنا على 0522 77 24 24 أو صفحتنا على الفيسبوك لكل أسرة طيب مازال مواصلين حديثنا رفقة الدكتور عماد ميزاب دكتور عماد ويختي السؤال ديال واحد الأخت اللي ضروري ما قالك هذا السؤال لأنه في واحد الوصفة لعلاج الأذن قالت لك سيدي هي الأذن مني كتكون عندها مسدودة كدير واحد الوصفة شنو فيها فيها الخزامة فيها معلقة ديال ورق الكزاز أيه فيها الورد الصفر قالت لك ذاك الورد الصفر اللي كينوض في الربيع عرفتيها دكتور عماد أيه قالت لك سيدي وفيها العود هادو كاملين كيتطبخوا بزيت العود وكتصفيهم وكتقطرهم في الأذن ديالها واش هاد الوصفة صح ولا لا يعني هاد الأخت هادي شنو زعما ما عرفتش هاد الوصفة كانت يعني شكون عطاها هاد الوصفة هادي لأن هاد الوصفة هادي غريبة هاد الوصفة غريبة جدا وقيلة ما بغات يعني تما كنقولوا حنا رخصوا عليها الأذنين ديالها يعني الأذنين ديالها ما بقاش باغياهم وما بقاش باغا تستعملهم وما بقاش باغا تحافظ عليهم ولكن كنشكروها كنشكروا لأن استشرت لأن استشرت وهذا الشيء اللي كيعجبني أن الأخوات الحمد لله والإخوان ولاو يعني ولات ثقافة الاستشارة قبل ما نستعمل شي حاجة باش نحافظ على الصحة ديالي فهذه شي حاجة اللي زوينة فشوف دائما وكنزيد نسطر عليها بواحد داش نقول لك بواحد 10 ديال الخطوط حمراء لا نستعمل اي شيء كيفما كان اي حاجه كيف ما بغات تكون في الوصفات الطبيعيه في الوصفات الامن المهم كيفما كان هذه الوصفه الودنين والعينين مازال كناكد عليكم الودنين والعينين ممنوع تقيسوهم كيقيسهم الطبيب ديالهم هذا الودنين كنمشيو عند الطبيب ديال الودنين والعينين كنمشيو عند الاوفتالمولوج يعني الطبيب المختص في العينين باش كنحافظوا عليهم اذا الودن علاش الودن حساسه جدا كاين الطبل ديال الودن كاينين واحد الاعصاب اللي رقاق كاينين واحد الشعيرات واحد اللي حساسين راه الا مشيتي حتى خويتي عليهم شي زيت ولا شي حاجه سخونه ولا غير شي ماده كانت ما هياش اللي ما كتماشاش مع الودن فهنا كيوقع الخراب ديال الودن اذا الودن الانسان كيسمعك ما كيبقاش يسمع العينين كذلك فكاين وصفات كيقول لي سير دير الماء ورد في عينك سير دير العسل الحر سير دير مع شي ماء ورد اخرى كاين بعض الناس انا سمعت وصفات الحامض كيتقطر في العينين ولا الحامض كيتقطر في الودنين فحتى العينين هذيك الطبقه ديال العينين ديك التقطيره اللي كتشوفوا نتوما سهله وكتقطر في العينين راه عندها واحد الدراسه اللي كتمشي حتى ل 3 سنين 4 سنين باش كتخرج هذيك التقطيره وهذيك القيمه ديال التقطيره كيخص داك الثقل ديالها اللي غيتحب فوق العين كيخصو يكون خفيف من العين
يعني حتى شي حاجه ثقيله على العين ديالنا كيمكن تمزق لينا دوك الانسجه ديالها ولا قدر الله كيمكن تعطينا الوفاه. زائد ان هاد المناطق للاذن وللعين هي مناطق جد حساسه للميكروبات، ان الميكروبات تتضاعف فيها وكتكاثر بواحد السرعه بواحد الوتيره ما يمكنكش تخيلها اختي لمياء. وهنا لا قدر الله كنوليو في امور التي لا يحمد عقباها. نزيد باش نلخصوا الكلمه، العينين والودنين عندهم الاطباء ديالهم كنشوفوهم، ما كاينش شي حاجه طبيعيه اللي كتعالجهم لينا ولا اللي كنديروها لهم وكيوليو بخير. زين هنا باش ندخلوا هذا الخلاصه. الرسالة واضحة. عندنا السؤال ديال فاطمة الزهراء كتقول لك دكتور عماد، كناخذ الزعتر مطحون مع معلقة ديال الحبة السوداء مع كاس ديال الزيت بلدية. أعيد، الزعتر مطحون مع معلقة ديال الحبة السوداء مع كاس ديال الزيت بلدية، كنعملهم كسيروم وكندهن بهم الشعر ديالي لمدة ديال 3 أيام متابعة، عاد كنغسلو لأنني ما كنقدرش ندير وصفة ساعة ونغسلها لأن راسي كيألمني. وا دابا غير اللي بغينا نتفاهموا اختي لميا، كيفاش الراس ديال غيألمها في ساعة وهي كتدير الوصفة 3 أيام؟ كنظن أنا ما كتبغيش تسجلو بزاف، كنظن هادشي اللي بغات تقصد. لا ولكن شوف نمشيو يعني باش نمشيو في واحد القاعدة أساسية، كاينين بعض الزيوت اللي كيتستعملوا هما اللي كيداروا في السيرومات، هذوك كيكونوا سريعين الامتصاص. أنا يمكن الشعر وما كنكثرهمش، يعني كنديروا غير شوية منهم، إلا درناهم كثروا مع الشعر فهما سريعين الامتصاص، ما كاينش مشكل، ما غيعطيوناش أعراض سلبية. ولكن هنا عندنا زيت العود، زيت الزيتون ثقيلة، وإلا بقات لنا في المسام ديالنا أكثر من هذه الساعة، فاكثر من ساعه، فانا شنو كيوقع ان هذوك المسام كيعمروا بزاف اكثر من القياس بهذاك الزيت. وهنا شنو غادي يوقع؟ ان الشعر غيتضرر، ان ذاك الجدر ديال الشعر ما كيبقاش لاصق، ان كيوقع لنا انسداد ديال الغدد الزهميه، يعني دوك لي غلاند سيبوريك اللي كيفرزوا لنا الدهون، فكارثه غادي توقع في الشعر الى خلينا هاد الزيت هذه، وخاصه زيت الزيتون واحد المده اللي هي اكثر من ساعه. فنصحها مثلا هي ما بغاتش عندهاش يعني الخاطر انها تخلي الزيت ولا كيعطيها مشاكل، خذي هذاك المعلقه كبيره ديال الزعتر وخذي معلقه كبيره ديال الحبه السوداء وطبخيها في كاس 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 كبير ونص ديال الماء حتى تطبخ مزيان، صفيها في واحد القريعه اللي فيها رشاشه وديريها في الثلاجه، وبداي تديريها كسيروم، واخا ما تغسليش شعرك ديريها غير سيروم لشعرك كل ليله ترشي عليه وتخليه يبرد، وهكا غتكون وصفه جميله جدا للعلاج فروه الراس وما غاديش تعطيها اعراض جانبيه. طيب دكتور عماد، هذا الاسبوع اتصلت بي واحد المستمعه، كنظن في الحلقه ديال اليوم امس، قالت لك سيدي بغات تاكد من عندك واحد المعلومه فيما يخص القشور ديال البرتقال، قالت لك سمعت وصفه من عندك اللي مره كتقول انه كيساعد على تخفيف الوزن، او لا الا بغات تزيد في الوزن ديالها، قالت لي بغات تعرف الطريقه الصحيحه لاستعمال قشور الليمون او البرتقال. فهنا كيخص المكونات اللي كتزاد، فقشور البرتقال كتكون كماده محفزه وكتكون كذلك كماده للترميم، لان ما نساوش ان سواء بغينا نزيدوا في بعض المناطق، ولكن اظن هذه الوصفه اللي عطيتها هي وصفه للدهن، اذا او زيت البرتقال. نعم، ففي كلتا الحالتين حنا كن دائما كنلقاو ديك التركيبه اللي كتكون سواء في الزياده او في النقصان، كتكون ضروري يدخلوا فيها مواد اللي كيحافظوا لينا على الحيويه، على داك التونوس ديال الخلايا والبشره باش يمكن لها تشتغل، لانه الاخرى اللي ما كاينش داك التونوس سواء باش تزاد ولا باش تنقص ما غاديش يمكن ان هذه الوصفات هذه تشتغل بطريقه سليمه. واخا مشينا اذا كانت بغات تزيد في بعض المناطق فغدير جوج معالق كبار ديال زيت البرتقال وثلاثه معالق كبار ديال زيت بذور العنب، كنخلطهم كنديروا مساج يومي كل ليله في المناطق اللي بغينا نزيدوا فيهم. كان عندها بغات تنقص من بعض المناطق فهنا غنديروا معلقه كبيره ديال زيت البرتقال ولكن ثلاثه المعالق كبار ديال زيت اليازير، نخلطوهم وكنديروا بهم مساج كل ليله، وهكا كتساعدنا في التخلص من الدهون اللي كتكون زائده. طيب عندنا السؤال ديال الام حمزه كتقول لي اختي لمياء، كنسمع بانه المراه الحامل ممنوع عليها شرب الزعتر، وبغيت نسول دكتور عماد. اكيد اكيد اكيد، ورحنا هضرنا على هذه المساله هذه، ان تجنب الاعشاب خاصه في مرحله الحمل ضروري ومؤكد، وخاصة الأعشاب اللي كيزيدوا لينا في الدورة الدموية والأعشاب اللي كنحسوا بالسخونية ملي كناخذوهم، منهم الزعتر. إذا هنا لا قدر الله شنو كيمكن يعطينا الزعتر؟ يا إما انقباض ديال عضلات الرحم
والله يستر يقدر يعطينا إجهاد مبكر ولا يعطينا التهاب على المستوى ديال الدماغ في الجاني، لأن يعني عندنا واحد الشعيرة الدموية كتكون مرهيفة بزاف وفخاجيل، إذا إلا مشى حتى درت فيها الدم أكثر من ذاك القياس ديالو كيمكن يوقع ليها تمزق، وهنا كيمكن يعطينا أعراض جانبية للجنين على المستوى ديال الدماغ ديالو. فهنا نردوا البال. وشوف المرأة الحامل، انا اللي كنقول للاخوات كاملين يتجنبوا الاعشاب، احتفكم الله على خير، ويام الله طويله كما كنقولوا، ويستعملوا الاعشاب كما بغاو. الاخوه الدكتور عماد كيسولك على وصفه للقولون العصبي. القولون العصبي غناخذوا معلقه صغيره ديال الخروب مطحون ومغربل، غناخذوا معلقه صغيره ديال البق مطحون ومغربل، ومعلقه صغيره ديال الزعتر لو تان، نزيدوا عليهم كاس كبير ديال الماء مغلي حتى يطلق مزيان، وغنصفيو هذا الخليط وكنشربوه على الريق في الصباح يوميا مده ديال شهرين، وان شاء الله كيساعدنا باش نتخلصوا من هذا المشكل. سؤال ديال ام فهد اللي كتقول لك عندها الحكه اللي دي مشات عند الطبيب عطاها الدواء ديال الحساسيه ولكن بغات شي وصفه للمساعده. غادي نعطيوها زيت واحده جميله جدا، هي زيت البابونج اللي هضرنا عليها. تاخذ زيت البابونج تولي دهن بها اليد ديالها يوميا في الصباح وفي الليل وما تقطعهاش، وان شاء الله غتعاونها باش تخلص من هذه الحساسيه. اذا كما قلنا ان البابونج فيه ماده الكابولين اللي هي كتكون مضاده الحساسيه وعندها فائده كبيره، فهي تستعملها غادي تصلح لها اليد ديالها. دكتور عماد ميزاد شكرا لك وتحيات كبيره، ونتلاقاو معك ان شاء الله فرصه قادمه على راديو اصوات. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يتواصلوا معك دكتور عماد، فتواصل معي ان شاء الله على الصفحه ديالي في جرين فار، جرين فار اللي في الفيسبوك، او القناه اليوتيوب دكتور عماد ميزاب، او الرقم المهني 0661 28 99 78. شكرا لك دكتور عماد ميزاب.